ماذي ساعتين وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الرياضية الثانية، ونبدأها بخبر مفرح مبهج جينا من دورة رولان جاروس في باريس. والنجمة التونسية أونس جابر دخلت بقوة في البطولة من خلال اليوم الانتصار الأول في الدور الثاني على الإيطالية لوشيا بروزيتي، زوز مجموعات دون رد، تفاصيلها 6-4 و6-1، كانت تجب تربح حتى 6-0 6-0، ولكن خاصة في المجموعة الأولى كانت وصلت 5-1، رجعت شوية الطليانية، ولكن في النهاية حسمت أونس الفوز. الحق يعني بداية ممتازة، جاهزة ذهنيا بدنيا أونس، ودخلت بالجدية. نذكر إلى عمناول أونس خرجت من الدور الأول في رولان جاروس أمام ماجدا ليني، تذكروها بالجدية، كانت خيبة أمل لينا، كنا نأملوا أن أونس تمشي بالجدية في رولان جاروس. على كل بداية ناجحة أونس باش تواجه أكيد يا أما أوسيان دودان أو سيلينا يانتشوفيتش، زوز فرنس قاعدين يلعبوا، زوز فرنسيس قاعدين يلعبوا الآن، أكيد نعطيكم تباعا نتيجة المباراة هذه ومن ستكون منافسة أونس جابر. ليهمنا أن أونس تنطلق بقوة وفازت على الإيطالية لوشيا بروزيتي، زوز مجموعات دون رد، 6-4 و6-1. إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حكام الزوز مباريات المؤجلين غدوة الأربعاء في النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، الحكم يسري بعلي وحكم الفار فرج عبد اللوي، ونهار الخميس الخمسة ترجي واتحاد بنغازان، الحكم هيثم القصعي وحكم الفار أيمن النصري. وأيضا في كرة القدم، سيف الجزيري وحمزة المثلوثي يلعبوا اليوم مع الزمالك مباراة ضد طلع الجيش، بداية من 6 متاع العشية، مباراة لحساب الجولة 23 من البطولة المصرية لكرة القدم. وإلى آخر الأخبار في الرياضة العالمية، عن الحارس الهولندي الدولي السابق إدوين فاندر سار، مغادرته منصب رئيس تنفيذي لنادي أجاكس أمستردام بعد مدة 10 أعوام من قيادة الفريق، واعتبر أنه الفترة اللي غادر فيها صعيبة برشا والنتائج تراجعت كثيرا لفريق أجاكس أمستردام. وأعلن لوتشيانو سباليتي أنه سيغادر رسميا منصبه كمدرب لنابولي في نهاية الموسم، بعد ما كان قاده رسميا إلى التتويج بلقب البطولة منذ أكثر من 3 عقود. وسباليتي قال أنه باش ياخذ فترة نقاهة، فترة راحة، قبل العودة من جديد للتدريب. ذكر فقط اللي غدوة في باجة الأولمبي الباجي يستضيف النادي الإفريقي، بداية من 4 متاع العشية، ونهار الخميس الترجي يستضيف اتحاد بن قردين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikfm.net.